بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يبين جل وعلا في هاتين الآيتين عجز الآلهة عن أن تنفع من يعبدها من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة، ادعوهم، اسألوهم، تضرعوا إليهم، هل يستطيعون كشف الضر عنكم، إبعاده وعافيتكم منه، أو تحويله إلى غيركم؟ لا يملكون شيئا من هذا ولا يستطيعونه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم عبيد لله، يتقربون إلى الله جل وعلا بالقربى والعمل الصالح، لعلهم يحظون عنده بالقرب منه جل وعلا، فهم لا يملكون شيئا من الإعطاء ولا يمنعون شيئا من المنع، لا يملكون منعا ولا عطاء، وإنما المالك لذلك هو الله جل وعلا. لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. من هم الذين يدعون هم من دون الله؟ قيل المراد بهم عيسى وأمه وعزير، وقيل المراد بهم الملائكة الذين يدعونهم من دون الله، لأن المشرك العرب يزعمون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومنهم من يدعو أناسا من الجن، والهؤلاء من الجن آمنوا بالله وبما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء استمروا على عبادتهم لا يدرون عن ذلك. فالمدعوون من دون الله قيل هم المسيح عيسى بن مريم ومريم وعزير، وقيل هم الملائكة لأنهم يزعمون أنهم بنات الله، وقيل أناس من الجن يعبدون مع الله ومن دون الله. فلما أسلم هؤلاء الجن استمر المشركون على عبادتهم جهلا منهم، لا يدرون عن إسلامهم شيئا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة،
يطلبون القرب من الله جل وعلا، والوسيلة القرب من الله جل وعلا ودخول الجنة، وهي منزلة عالية في الجنة لا ينالها إلا عبد من عباد الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا انتهى فقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. والوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. ومن سأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم شفع الله فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. سألوا الله لي الوسيلة، فنسأل الله جل وعلا أن يتكرم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالوسيلة ويعطيه تلك المنزلة العالية الرفيعة. ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا بد في كل عبادة أن يكون فيها رجاء وخوف، فالرجاء وحده قد يقتل المرء، والخوف وحده قد يقتله، وإنما يجمع بين الرجاء والخوف. فالرجاء الأمل من الله جل وعلا أن لا يخيب من دعاه، والخوف من عذاب الله جل وعلا. يدعو ربكم تضرعا وخفية. يرجون رحمته ويخافون عذابه. فالخوف والرجاء يكونان عند المؤمن بمنزلة جناحي الطائر، لا يغلب أحدهما على الآخر، إذا غلب أحدهما على الآخر ما استطاع أن يطير فإنه يسقط. قال بعض العلماء: هناك فرق بين الخوف والرجاء وفي وقتهما، فعند المرض يحسن بالمرء أن يغلب جانب الرجاء لئلا يصيبه اليأس من رحمة الله، وعند الصحة يغلب جانب الخوف من أجل أن يعمل ويجتهد في الطاعات. فحري بالمؤمن أن يستشعر هذه الصفة العظيمة، يكون بين الرجاء والخوف، لا يغلب أحدهما إلا في بعض الظروف، كأن يكون المرء لا يستطيع أن يعمل فيغلب جانب رجائه لربه تبارك وتعالى. أما في حال الصحة فيأخذ بالرجاء والخوف، ولا بأس عليه أن يغلب جانب الخوف من أجل أن يجتهد في الطاعة والعبادة. إن عذابه عذاب الله جل وعلا كان محذورا، يعني يخاف منه، يخاف من عذاب الله جل وعلا. فالله جل وعلا إذا أراد تعذيب عبد فإنه يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فيغلب على المرء جانب الخوف من ربه تبارك وتعالى حتى يجتهد في الطاعة ويستمر فيها ولا يكسل. إن عذاب ربك كان محذورا، يحذره الملائكة ويخافون منه، ويحذره الرسل والأنبياء والصلحاء من عباد الله، فما بالك بصاحب المعصية
فهو أشد خوفا من الله جل وعلا في ذلك الموقف. نعم. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا أي بأن يحولوه إلى غيركم. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال: قيل في سبب نزول هذه الآية لما حصلت سنية الجفاف والقحط على قريش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يسألونه بصلة الرحم أن يتبرع لهم بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا ليكشف ما بهم. فهم حينما قحطوا وأيسوا من الآلهة توجهوا إلى الله جل وعلا لأنه هو الذي يملك. فأنزل الله جل وعلا: قل لهم يا هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعبدون غير الله لينفعهم ادعوا آلهتكم اسألوهم هل يعطونكم ما تريدون أم لا يدرون عنكم. نعم. قال ابن ولا تحويلا أي بأن يحولوه إلى غيركم. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال ابن عباس: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون، يعني الملائكة والمسيح وعزير. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال قتادة عن ابن مسعود في قوله: أولئك الذين يدعون الآية، قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم فنزلت هذه الآية. وفي رواية عن ابن مسعود: كانوا يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم الجن فذكره. وقال ابن عباس: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى والعزير والملائكة. واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذا لا يعبر به عن الماضي، فلا يدخل فيه عيسى والعزير والملائكة. وقال: والوسيلة هي ابن جرير رحمه الله اختار قول ابن مسعود في أن المراد بهم الملائكة والجن، ولا عزير ولا المسيح ولا مريم ولا غيرهم ممن مضوا، لأن هذا قول يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يطلبون، وأولئك مضوا وانتهوا، يعني أنه لا يليق بكم أن تعبدوا أناسا يعبدون الله جل وعلا. نعم. وقال: الوسيلة هي القربة، كما قال قتادة. ولهذا قال: أيهم أقرب. وقوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه،
لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فبالخوف ينكف عن المناهي، وبالرجاء يكثر من الطاعات. وقوله تعالى إن عذاب ربك كان محذورا، أي ينبغي أن يحذر منه ويخاف من وقوعه وحصوله عياذا بالله منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز تعاطي حبوب منع الحمل علما بأننا نلد أولادا معاقين أو مرضى بسبب القرابة بيني وبين زوجتي كما ذكر الأطباء؟ استعمال حبوب منع الحمل هذا يختلف. أحيانا نقول للمرأة يجوز ذلك، وأحيانا نقول له يحرم عليك ذلك. فإذا كان استعمل موانع الحمل لا يرغب في الحمل ولا يرغب في الأولاد خوفا من نفقتهم ومصاريف حياتهم، فهذا لا يجوز وهو محرم، لأنه خاف من شيء تكفل الله جل وعلا به. ما من نفس إلا ورزقها على الله، فالله جل وعلا تكفل بأرزاق عباده، ولا يجوز للمرء أن يخاف من النفقة على أولاده. وأما إذا استعمل المرء أو المرأة حبوب منع الحمل لظروف خاصة، لضعفها أو مرضها أو انشغالها بتربية الأولاد الموجودين، وتحب أن تربيهم حتى يكبروا ثم تتفرغ للحمل من جديد، هذا لا بأس به. مع أن المرأة ربما استعمل موانع الحمل، فإذا التفت يريد الحمل ويريد الولد ما وجدها قد ذهبت وضعفت مع هذه الموانع. فيحسن بالمرء أن يكل أمره إلى الله جل وعلا، والأولاد مطلوبون من العبد، يطلب من العبد أن ينجب أولادا يعبدون الله جل وعلا. فقد قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فيحسن بالمرء أن يكثر الأولاد لعلهم يعبدون الله جل وعلا، فيناله بذلك خير كثير. فالحاصل أن استعمال الموانع يرجع إلى نية العبد. إذا كان نيته تبرما بنفقة الأولاد ولا يريد أن ينفق ولا يريد أن يكثر أولاده فيحرم عليه ذلك. وأما إذا أرادت المرأة أن يكبر ما بين يديها من الأولاد حتى تتفرغ للأولاد الثانين الأخيرين فلا بأس بذلك، وليكن وقتا يسيرا لا تطيل فيه. يقول السائل: معي مبلغ من المال لبناء منزل، هل أدفع زكاته زكاة المال على هذا المبلغ من المال ومر عليه أكثر من عام؟ إذا جمع المسلم مالا للزواج أو لبناء البيت أو لشراء الأرض وحال عليه الحول وهو دراهم، فيجب عليه أن يخرج زكاتها. إذا حال الحول يجب عليه أن يخرج الزكاة. أما إذا أنفقها قبل الحول فيما يريد، أو دفعها مهرا للزوجة أو قيمة للأرض أو لشراء البيت، ف
فليس فيها زكاة ما دامت لم يتم حولها. فالحول إذا تم واجب على المرء أن يخرج زكاة ماله ولا يدخر الزكاة تبقى مع المال فتهلكه. إذا خالطت الزكاة مالا أهلكته، يعني ضاع، إما أن يسلط عليه السراق أو يتلف أو كذا أو كذا، لا بد وأن يحصل عليه عقوبة من ذلك. هذا هو الغالب. فالواجب على المرء أن يطهر ماله من زكاته. يقول السائل: يشتري، ما حكم من يشتري بشاحنة لعامل ويقتسمان المال المحصل من الشاحنة إلى ثلاثة أقساط، أي يعطيه الثلث أو محلا تجاريا والفائدة تكون بالثلث؟ لا بأس بالشراكة في شيء ما، سواء كان للاستعمال أو للإنفاق منه والعمل عليه حسب ما يتفقون عليه، لكن عليهم أن يحذروا الربا. لا يشتروا الشاحنة بدراهم مؤجلة أكثر من قيمتها بدراهم أخرى، لا يجوز الربا في الشاحنة ولا في غيرها. وأما ما دام خال من الربا فلا بأس أن يشتري المرء الشاحنة ويسلمها للسائق على أن يعمل عليها وما يقسم الله من أجرة، وتحصل ويحصل عليها صاحب السيارة يقسمها بينه وبين العامل. هذه شركة حسنة، لأن المرء قد يكون عنده دراهم لا يستطيع تشغيلها، والآخر يستطيع العمل لكن ليس عنده دراهم، فيشتركان في السيارة، يشتريها صاحب الدراهم ويسلمها للآخر يكسب عليها. هذا جائز، وهو من محاسن الشريعة الإسلامية. يقول السائل: رزقني الله بمولود والحمد لله، لكن لم أحلق له بعد، وهو الآن في الشهر الثاني قريب من الشهر الثالث، هل أحلق له عند الختان أم لا؟ وهل علي شيء؟ الجواب: ليس عليك شيء. والحلق للمولود، حلق رأسه يوم سابعه، هذا سنة، وهذه سنة فات محلها، فلا تحلقه بعد ذلك، وعليك أن تسعى في إصلاح هذا المولود وتحرص عليه لعل الله أن يصلحه، فتعلمه وتؤدبه وتلطف معه ما دام صغيرا، فالعلم للصغير خير منه إذا كبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل معه عمر ابن أبي سلمة ابن زوجته، صارت يده تطيش في الصحفة ما يقص قصص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك. يقول رضي الله عنه: ما زالت طعمتي كذلك، إذا بدأت بالأكل أسمي الله وأكل باليمين وأكل مما يليني. فيؤدب النبي صلى الله عليه وسلم الصغار والكبار، فعلى المرء إذا بدأ الولد يعقل أن يعلمه اسم الله جل وعلا، وأن يعلمه الأدب واحترام من يأكل معه، ونحو ذلك من الأمور التي لا تخفى على الإخوان. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟ طواف الوداع بالنسبة للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول: يجب طواف الوداع للعمرة كما هو واجب في الحج،
وبعدهم بعضهم يفرق بين الحج والعمرة، فقال الحج يجب طواف الوداع لأن المرأة يخرج من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ثم يعود إلى منى مرة أخرى، وهكذا. فأمر أن يودع إذا خرج، إذا أراد السفر لأهله، بخلاف العمرة، فالعمرة مجالس في مكة ما يروح عنها لا يمين ولا شمال، فلا يلزم. فالمسألة فيها خلاف، ويحسن بالمرء أن يواظب على طواف الوداع لأنه سنة وعبادة لله جل وعلا. يقول السائل: زوجتي حللت تحليلا وشربوها محلول سكر الحمل في نهار رمضان، فما شأنه من عشان الفحوصات أو بشأن الفحوصات ضرورية للحمل، هل تتم صيامها بمجرد شاربة المحلول أم تفطر وتقضي؟ هي أفطرت بشرب المحلول هذا، ويلزمها الإمساك، ما يجوز لها أن تستمر في الشرب والأكل ما دامت في نهار رمضان، وعليها القضاء، لأنه لا يجوز للمرء أن يأكل ويشرب في نهار رمضان، فإن أكل ناسياً فلا بأس عليه، عليه أن يتم صومه. وأما إذا أكل متعمدا لأجل دواء أو نحوه فيفطر، وربما يكون معذورا وقد لا يكون معذورا إذا كان هذا الشرب ليس بضروري. يقول السائل: هل يجوز أن أهدي ثواب الطواف إلى أحد أقاربي علما أنه ميت أو ميت أو حي؟ إهداء الثواب شيء حسن، وصلة رحم إذا كان من تهدي إليه قريب لك، فإذا طفت وسعيت، فإذا اعتمرت مثلا عن غيرك يجوز، وكذا إذا أهديت ثواب طوافك يجوز إن شاء الله. يقول السائل: اشتريت من الدولة مسكنا عن طريق أخي وباسمه، فلما دفعت الأقساط أردت تسجيلها باسمي، لكن أخي اشترط أن أتنازل له عن ميراثي من منزل الوالد وإلا قاطعني إلى الأبد، فما نصيحتكم؟ نصيحتي لأخيك أن هذا الشرط منه لا يجوز، لا يجوز أن يرغمك على التنازل من ميراثك من أبيك، وعليه أن يتقي الله فيك ولا يأخذ ميراثك، فأنت وإياه تشتركان في الميراث إلا إن بعته عليه أو تنازلت عنه عن طيب خاطر منك. يقول السائل: أتمنى وأريد أن أعتمر عن والدي، ولكن ما رأيته يصلي قط، فهل أعتمر عنه؟ إذا كان لا يصلي ولا يعترف بوجوب الصلاة فهذا غير مسلم والعياذ بالله، فلا يجوز لك أن تعتمر عنه. وإن كان يعترف بوجوب الصلاة لكنه يصلي في البيت أو نحو ذلك ولا يشهد الجماعة، هذا يعتبر مسلم مسيء، فيجوز لك أن تعتمر عنه. يقول السائل: هل يجوز صلاة النافلة الظهرية القبلية 4 ركعات بسلام واحد؟ نعم يا أخي، يجوز أن تصلي قبل الظهر 4 ركعات بسلام واحد، كما يجوز لك أن تصلي قبل العصر بسلام واحد 4 ركعات، ويجوز لك أن تصلي الضحى 4 ركعات بسلام واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل
مثنى مثنى، وأما صلاة النهار فيجوز فيها أن تكون أربعة. يقول السائل: ما حكم الإسراف بالماء في الحرم كالوضوء وغيره؟ لا يجوز الإسراف في شيء من أمور العبادات ولا العادات، لا يجوز الإسراف، لأن الإسراف محرم، وتضييع الماء ونحوه أو المال بدون مبرر لا يجوز. يقول السائل: ما هي صفة عمرة المرأة الحائض؟ المرأة الحائض كغيرها من النساء الطاهرات تحرم من الميقات وإن كانت حائض، فإذا دخلت مكة تبقى على إحرامها حتى ينقضي حيضها وتطهر وينقطع دمها وتغتسل ثم تؤدي العمرة كما أمرت. هكذا فلا يلزم لها شيء زائد، وإنما يجب عليها أن تؤدي العمرة وتحرم من الميقات إذا أرادت الحج أو العمرة. إذا أرادت الحج أو العمرة وجاءت وصلت الميقات وهي حائض، فعليها أن تحرم حال حيضها أو حال نفاسها. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج أبي بكر رضي الله عنه ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر في الميقات، فأرسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع، فأخبرها بأنها تحرم تغتسل لتخفف الجنابة بالحيض، تخفف ذلك ثم تحرم، وعليها أن تمكث ولا تطوف حتى تطهر، فمتى ما طهرت وانقطع دمها اغتسالا تغتسل من حيضها أو نفاسها ثم تطوف بالبيت. هكذا يجب على المرأة، ولا يجوز لها أن تدخل مكة بدون إحرام على نية أنها متى ما طهرت تخرج إلى الحل وتحرم منه. هذا لا يجوز في حال، ويجوز في حال أخرى. متى يجوز تدخل بدون إحرام؟ إذا كانت عدلت عن العمرة خشية أن تعوق وتؤخر رفقتها، فعدلت عن العمرة لكن الله جل وعلا يسر لها الطهرة قبل أن يسافر رفقتها، فرغبت في العمرة، فنقول تخرج إلى الحل وتحرم منه ولا شيء عليها. أما إذا دخلت بنية العمرة وهي تعلم أن رفقتها لن يسافروا إلا بعد طهرها وبعد أدائها العمرة، فلا يجوز لها أن تدخل بدون إحرام. فإن دخلت وأحرمت من الحل وهي قد دخلت بنية العمرة فيجب عليها هدي، لأنها تركت الإحرام من الميقات المعتبر لها. يقول السائل: أديت مناسك العمرة وسأقضي العشر الأواخر في المدينة، فما هي أهم الأعمال الفاضلة التي أقوم بها هناك؟ الأعمال الفاضلة في أي مكان هي أنت في مكة أو في المدينة أو في الشام أو في مصر أو في الأردن أو في أي مكان، تجتهد في الأعمال الصالحة، طاعة الله جل وعلا، صلاة النافلة، الذكر، قراءة القرآن، الصدقة، الصوم، وهكذا اجتهد في الأعمال الصالحة، فخاصة في الأماكن الفاضلة والمواوقات الفاضلة تجتهد في الأعمال الصالحة والله يثيبك. وليس هناك عمل خاص إلا عمل الطواف في مكة،
فالطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. يقول السائل: لدينا إمام في حينا يدعو للذهاب إلى الأولياء ابتغاء الشفاء من الأمراض، فلما تكلمت معه ونصحته قال لي: أنت لماذا تذهب للطبيب؟ فبماذا تنصحونني؟ بارك الله فيكم. هذا الإمام جاهل. الذهاب للطبيب هذا شيء يلتمس الإنسان العلاج والدواء النافع المفيد لا بأس به. أنت تأكل لأجل ألا تموت، لأنك لو لم تأكل مت. تلبس الثياب لتستر عورتك. تذهب إلى الطبيب لتعالج نفسك عن المرض الذي يؤلمك. وأما الأولياء فهم أموات لا يستطيعون لك نفعا ولا ضرا، وإنما أنت الشيطان هو الذي يلعب بك ويقول: اذهب إلى الطبيب إلى الولي واذهب إلى كذا. الولي لا يملك لك نفعا ولا ضرا، ولا يجوز لك أن تطلب منه، فإن طلبت شيئا من الولي وهو غائب أو ميت فقد أشركته مع الله في العبادة. الطلب من الموات عبادة لهم، وعبادتهم شرك وكفر بالله العظيم. فالواجب على المسلم أن يقيس الأمور التي تقاس بعضها ببعض، ولا يخلط الشرك مع التوحيد، لا يجتمعان. إذا سألت غير الله جل وعلا في أمور من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فقد جعلته شريكا لله في العبادة، وحينئذ تكفر بالله، وحينئذ يحبط عملك كله. لأن الله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول جل وعلا: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأنت لا يجوز لك أن تدعو غير الله جل وعلا كائنا من كان، وإنما الدعاء لله جل وعلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالشرك أيها الإخوة محبط للعمل كله، مفسد للعمل كله، ولا يجتمع الشرك والتوحيد في آن واحد. بل إذا أشرك بالله، إذا أشرك مع الله غيره بطل عمله كله، حتى ما عمله لوجه الله تعالى، إلا إن كان العمل لوجه الله والأخير ومبني على توبة عن الشرك، فالله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول السائل: أنا تاجر وتأتيني سلعتي من عدة بلدان، لكنني لما أستلمها في الميناء أدفع ضريبة باهظة الثمن. لكي لا أدفع هذه الضريبة أعطي مالا لبعض المسؤولين الجمركيين لكي يسلموا لي سلعتي دون ضريبة، فما حكم هذا؟ هذه رشوة، لا يجوز للمرء أن يدفع الرشوة مختارا، اللهم إلا إن كان هذا الشيء الذي يؤخذ منك ظلما لك وعدوانا لا يحل للآخذ، فتعطيه شيئا من المال لأجل أن تسلم منه. وعليك أن تنظر إذا كانت هذه الضرائب التي تؤخذ تحل للدولة لأنها محتاجة إلى ذلك، وتأخذ المال من مصاريف الدولة من أموال التجار وغيرهم، فهذا قد يجوز لها ذلك. إلا لم يكن لها موارد إلا خدمة المواطنين وليس فيه مورد،
فلها أن تفرض شيئا من المال لخدمتهم، أما إذا كان ما تأخذه ظلما وعدوانا فلا يحل لهم. يقول السائل: ما نصيحتكم إلى الذين لا يصلون التراويح في المسجد الحرام بسبب اختلاط بين الرجال والنساء؟ هذا قد يكون من تسويل الشيطان وتلاعب الشيطان بالعبد، يقول له اترك الطواف لأن الطواف فيه اختلاط، اترك الصلاة لأن الصلاة فيها اختلاط، وكذا وكذا. فعلى المسلم أن يأتي بالواجب والمستحب ويبتعد عن الحرام والمكروه، يبتعد عن مخالطة النساء ويصلي، يطوف ويبتعد عن زحمة النساء ويطوف بالبيت، ولا يترك العبادة خشية من ملامسة ما غير محققة، فلا ضير عليه، إلا إن هذا من تلاعب الشيطان بالعبد. الشيطان يأتي إلى العبد ويقول لا تعمل كذا، يقول الناس عنك أنك مرائي، لا تعمل كذا لأنه تسلم من كلام الناس، وهكذا. فعلى المرء أن يخلص عمله لله جل وعلا، والله جل وعلا يعلم قصدك ونيتك، فما دام قصدك لوجه الله فأبشر بالخير، وإذا قصدت غير ذلك فالويل لك. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.